يعطيكم العافية. بصور الفيديو هذا على السريع بس. ليش؟ يعني في شغلات وايد حلوة صارت. كلام حق اللي عندهم أجهزة الفولد. الحين صار نقدر نتحكم بالأجهزة، بالبرامج اللي احنا نبيها، أو البرامج اللي كانت مأذيتنا بالأول. من البرامج اللي مأذيتنا أول شنو؟ انستغرام. انستغرام كان دائما يطلع صغير، زين، فتقدر تروح تدش لي على كستمايز الاسبكت اوف ريشيو، دش عليه، دش على انستغرام. وين انستغرام؟ وينك يا صاحبي؟ كه دش عليه، فتنق انت اللي تبيه. الحين احنا نتحكم فيه، مو نفس ما هم يتحكمون فينا. ف بعدين شو اللي صار؟ دش الصوب، ترى اخيرا قمنا نشوف الجهاز بحجمه العود. قبل كان ما يطلع لنا بهالكبر هذا نهائيا، بس قمنا نشوف على راحتنا بالحجم العود. استمتع بالشوفة. اشوف اذا قلبتها بعد يقلب. اي شوف، حتى لما تقلبه يقلب سكرين اكبر شيء. بعد تبون؟ ها، والله كان مأذينا، والله كان مأذينا. يعطيكم العافية.